طلبات قصص الرعب قاعد توصلني بشكل كبير ومو طبيعي، ومثل ما انتم تدرون انا ما اقدر اتاخر عليكم، فقلت اليوم لازم تكون قصه رعب. وانا قاعد ادور لكم على قصه، بالصدفه طحت على موضوع، والموضوع هذا لقيته بواحد من المواقع وراح احط لكم اياه بصندوق الوصف. الموضوع هذا يقول اذا كان بيتنا مسكون شلون راح اعرف شنو هي الاشياء اللي تصير بالبيت ومن خلالها اعرف ان بيتنا مسكون. انا بصراحه 3/4 اللي قريته موجود ببيتنا، الله يستر. فاللي الحين حاب يعرف اذا كان بيتهم مسكون ولا لا، انصح يركب سماعاته ويقلل على إضاءة الغرفة ويتغطى عدل ويشوف الفيديو معي. في وايد امور واشارات تورينا ان المكان اللي احنا فيه مسكون، صوت باب، تحس ان في نفس يمك، وايد امور. تعالوا الحين مع بعض كنشوف شنو الاشياء اللي ممكن تصير حوالينا وتقول لنا بطريقه غير مباشره ان في احد معاك بالغرفه. كثره المشاحنات والمشاجرات بين افراد الاسره بالبيت وعلى اتفه الامور وبدون سبب معروف، دائما تحس ان البيت كذي في شيء، كل ما تقعدون مع بعض تتخانقون، ما في موضوع، يصير دائما مشاكل بينكم. احنا بالكويت نسميها عطين عزيزه بالبيت، دائما تصير فيه مشاكل. كثره الوساوس، تقعد دائما توسوس ودائما تجيك افكار غريبه، ومعروف ان اللي يوسوس الشيطان، فيعني لما تحس ان وساوسك كثرت لازم تعرف ان في احد يمك. تشوف وايد خيالات حوالينك، طرف عبايه، ظل، تشوف مره من بعيد لابسه عبايه مو مبين فيها شيء، ريال وايد طويل او يكون وايد قصير، وساعات يجون بصوره حيوانات وبرؤوس بشريه او العكس. هني ما يحتاج اقول لك شو تسوي، بالضبط نفس ما انت الحين حاس، ودك تسكر الفيديو وتطلع من الغرفة، هذا اللي لازم تسويه. تشوف ناس لابسين أبيض بالكامل أو العكس، تشوف ناس لابسين أسود، وما يفرق إذا كانوا رجال أو نساء، وراح تشوفونهم دائما يتحركون بالبيت. سماع أصوات غريبة من بعد المغرب وتوقف قبل الفجر بشيء بسيط، يعني تبلش من بعد المغرب ليه قبل الفجر وانت قاعد على أعصابك، تسمع صوت من هني، طقطقة بيبان، في أحد قاعد يركض بالغرفة اللي فوقك، وحتى لو تروح تشوف ما راح تلقى أحد. راح تلاحظون حروق بالملابس بشكل ملفت وبأماكن ملفتة، يعني تاخذ لك تيشيرت تبي تلبسه تلقى حرق بنص التيشيرت، ومن شنو ما تدري. لما تشوف بيتكم من بعيد راح تشوفه بشكل مظلم حتى لو في انوار كثيره، يعني مهما البيت كان فيه ليتات وانوار لكن يعطيك احساس كذي انه مظلم. هني لازم تعرف انه في شيء. اذا كان في عندكم ضيوف او في احد زايركم بنفس اليوم او ثاني يوم لازم تصير مشاكل، يعني مجرد ما يكون عندكم ضيوف لازم بنفس اليوم او ثاني يوم تتخانقون، انتوا واهل البيت لازم تتخانقون. تدرون ليش؟ لانهم ما يحبون الضيوف. لازم تعرفون انهم اكثر شيء يطلعون حق الاطفال سواء كانوا نايمين او قاعدين. ديروا بالكم من احلامكم لانهم دائما يطلعون لكم بالاحلام، واحيانا يهددون خصوصا اذا كنتم مأذينهم، وبالغالب يطلعون حق النساء والاطفال علشان يحركون صاحب البيت. راح تسمعون دائما اصوات وتحركات بالمطبخ او بدورات المياه او الحمامات، راح تحسون دائما ان فيهم حركه غريبه. سماع اصوات نفس، تكون قاعد وتحس كأنه في احد قاعد يمك ويتنفس. الخوف من البيت لما تشوفها من برا، ساعات نمر على بيوت مجرد ما نشوفها من برا نخاف منها، ليش ما ندري، هل البيوت هذه ممكن يكون فيها شيء. خوف الشخص دائما من انه ينام بروحه، يكون دائما يبي احد حواليه، ليه وقت النوم ما يقدر ينام ويحس انه خايف. تتوقعون لان في احد نايم يمكم؟ ممكن. كثرة الأرق والكوابيس، دائما تحس ان فيك أرق وإذا نمت أحلامك كلها كوابيس. إذا في عندكم أشرطة أو سيديات بالبيت حق صورة البقرة، أغلب الأحيان لما يكون البيت مسكون هالأشرطة أو هالسيديات ما تشتغل. سماع أصوات أطفال قاعد يصرخون أو كأنه في أحد قاعد يتألم، راح تسمعون الصوت كذي من بعيد، أحيانا تكون بروحك بالبيت لكن تسمع هالأصوات، وإحنا نشذب نفسنا نقول يمكن الصوت من بيت الجيران، لا يمكن الصوت من عندك. سماع أصوات ناس ومتأكدين إنها من عندنا لكن ما نشوف أحد. كثرة الجاثوم أو الياثوم أو شلل النوم، هذا يبي له حلقة كاملة نتكلم عنه، لكن إذا كثرت معاك هالشغلة ولا ماني قايل، ما أبي أخوفك. كثرة الإصابات بالمس من أفراد البيت نفسه، هني إحنا متأكدين إن البيت فيه شيء. الناس اللي برا تحس ان البيت كئيب، وراح تلاحظ ان وايد ناس يجون يقولون لك ايش في بيتكم كئيب؟ ليش نحس كذي شكل البيت كئيب؟ تتوقعون لان في احد ساكنه او البيت مسكون علشان كذي يكون شكله كئيب؟ هم ممكن.
سقوط الأواني المنزلية بدون سبب، الجدور، الصحون، تحسون شي إن بروحهم تحركوا من مكانهم وطاحوا. أنت حاطة عدل، شلون طاح؟ أنت فكر شلون طاح. راح تسمع إن في أحد من أفراد أسرتك قاعد يناديك، صوتس، وبتأكد إنه هو قاعد يناديك. ولما ترد عليه وتقول له نعم، يا أما يقول لك أنا ما ناديتك، أو يقول لك إيش فيك مينون أنت، من ناداك؟ راح تشوف واحد من أفراد أسرتك يمشي قدامك ويدخل واحدة من الغرف، ولما تدخل وراه ما راح تلاقي. وين راح؟ اللي شفته فعلا واحد من أفراد أسرتك ولا واحد منهم؟ سماع أصوات البيبان قاعدة تنفتح، تسمع صوت باب قاعد يتبطل مع أن البيبان كلها مغلقة أو مسكرة، ما في ولا باب مبطل. مع هذا تسمع صوت الباب قاعد يتبطل. سماع أصوات غريبة مثل زن النحل، شلون صوت خلية النحل وصوت النحل؟ راح تسمع أصوات نفسها بالضبط. سماع أصوات مثل فحيح الأفاعي أو الحياية، شلون الحية لما تطلع صوت؟ راح تسمع نفس هالصوت. ولما تسمع هالصوت حط ريولك، لا تنطر، أنا قلت لك. لما تحس ان البيت مسكون وتشغل قرآن راح تزيد الأصوات والكوابيس، يعني كأنهم قاعدين يقاومونك، وهالشي راح يستمر لمدة 3 أيام وبعدها يختفي كل شيء. فيعني تحمل أول 3 أيام، أنا أقول بلش من الحين، بعد هالفيديو شغل قرآن. تزداد الكوابيس في حالة تجديد البيت أو الشغل بالبيت، لأنهم ما يحبون الإزعاج، وراح يهددونك إنهم راح يأذونك سواء بالمنام، وممكن يوصل فيهم إنهم يهددونك حتى وانت قاعد. يعني عادي واحد منهم يطلع لك ويهددك ويقولون لكم يا أما تطلعون من البيت ولا راح نأذيكم. وانتوا ماشيين بالبيت راح تحسون بمثل نار وراكم، تحس بدفى وراك، يعني تحس ان في احد شاب نار وراك. وهالشغلة اكثر شيء تصير مع النساء. بنات ديروا بالكم، عادي ساعات تروح تبي تدخل الحمام، اول ما تبطل الباب راح تشوف ان في شخص غريب قاعد يتوضا حق صلاة الفجر، ومرة واحدة راح يختفي، هذيلا اذا كانوا طيبين. احيانا تصير اصوات او اشياء غريبة اثناء اذان الفجر، كأنهم قاعدين يقومونكم حق الصلاة. ارهاب وتخويف الاطفال الصغار، احنا دائما نلاحظ ان الاطفال دائما يشتكون بانهم يشوفون اشياء غريبه بالبيت، او احيانا نشوفهم يتكلمون مع ناس ما في احد قدامهم. راح تشوف الطفل كذي مركز بمكان معين وقاعد يتكلم مع شخص، فيعني ديروا بالكم لان الاطفال دائما يشوفونهم. الشعور بالراحه النفسيه خارج البيت، يعني اذا كنت برا البيت تحس نفسك مستانس ومرتاح نفسيا، وبمجرد ما انك تدخل البيت راح تحس بضيقه. طبعا هذا ما راح ينطبق على اللي مرتم اذيته، معروف يطلع من البيت يستاهل ترد البيت بجابلها، لا انا اتكلم اذا الامور كانت كلها تمام وتحس بالراحه برا البيت اكثر من داخله. كثره النوم والكسل وكره العبادات، اي شخص راح يشوف البيت من برا راح يحس انه مسكون على طول. خوف للضيوف من انهم يدخلون البيت بدون سبب، يعني يقول لك ضيوف ويحسون انهم خايفين يدخلون البيت بدون سبب، اكيد في احد جاي يأذيهم. كثره الامراض داخل البيت، زيادة الإصابات بالأمراض النفسية داخل البيت، يعني عادي يكون بالبيت واحد تعبان نفسياً، اثنين، لكن كل البيت أو أغلبهم يكونون تعبانين نفسياً، هالموضوع فيه إنه. التفريق بين الزوجين، دائما يكون في مشاكل بين الزوجين وعلى أتفه الأسباب وأحيانا بدون أسباب. اختفاء الأشياء أو نقلها من مكانها، يعني أنت تحط الشغلة بمكان وتي تلقاها بعدين بمكان ثاني، هني قاعد يتغش وراهم معاك، ما يبي يأذونك، قاعد يلعبون. روحوا تشيكوا على أغراضكم، تتوقعون للحين موجودين مكانهم ولا حركوهم لكم؟ يمكن يبي يلعبون معاكم ما تدرون. ضرب أبواب أو شبابيك البيت بالصخر أو الحجارة، يعني كذي أنت قاعد الحين بأمان الله تسمع صوت صخر قاعد ينحذف على شباك غرفتك، أكيد يبي يأذونك. تسمع صوت جرس البيت ولما تروح تفتح الباب ما تلقى أحد، هذه أنا كنت أسويها وأنا صغير، كنا نطق جرس بيت الجيران ننحاش، يعني تأكد أنه مو عيال الفريج. عدم القدرة على المشي بالبيت بالليل بروحك، يعني بالليل تبي تنزل تروح المطبخ تحس نفسك وايد خايف وتتلفت حوالينك وما تقدر تتمشى بالبيت بروحك بالليل. وانت تمشي بالبيت بأي وقت تحس أن في أحد بالبيت قاعد يمشي وراك، وهذا أكثر شيء يخليك تتلفت، ومجرد ما أنك التفت تأكد أن في أحد يمك أو في أحد وراك. التفت صح؟ في أحد وراك. عندك مشاكل ودائما تشوف حل المشاكل بالأحلام أو بالمنام، هذا معناته أنهم دخلوا بحلمك ويبي يساعدونك، حابينك، إيش عليك؟ الشعور أن في أحد قاعد يمشي فوق سطح البيت، أو تسمع صوت أقدام أو ريول أحد أو خطوات فوق السطح، مع أن بهالوقت مستحيل يكون في أحد، وهذه أنا دائما أسمعها. وعلى فكرة أخوي كان قاعد بنفس هالمكان قبلي وكان يقول أن في أشياء، بس خلاص شو أسوي؟ تعايشت معهم. إذا البيت فيه شيء أو مسكون دائما راح تشمون ريحة غريبة مثل ريحة عفن أو ريحة جثة وما تدرون وين مصدرها، ومهما حاولتوا أنكم تلاقون مصدر هالريحة ما راح تلاقونها.
شعور أصحاب البيت كلهم بالراحة أثناء تبخير البيت، يعني لما تشبون بخور بالبيت وتبخرون البيت الكل يحس أنه مرتاح، وكل الأصوات اللي حوالينكم راح تسكت وتهدأ بشكل غريب. أحيانا لما تيبون ذبيحة وتبون تذبحونها بالبيت، فبمجرد ما أنكم تذبحون هالذبيحة ويطلع منها الدم، راح تحسون أنه في وايد ناس حوالينكم، مع أنه ما في أحد، بس راح تحسون أنه في وايد ناس قاعد يطالعونكم. صدق شيء غريب. رؤية دخان أبيض بالبيت، وهالدخان هذا راح تشوفونه خفيف، وأحيانا هالدخان يتشكل بشكل معين على هيئة حيوان أو إنسان أو شيء غريب، وأحيانا يكون العكس، راح تشوفون الدخان فجأة يطلع بشكل غريب بعدين يتبخر. أنا وأنا قاعد أقول لكم خفت، شلون لو أشوف؟ لما يمر الإنسان بمكان يتواجد فيه الجن راح يحس إن قلبه قاعد يدق بشكل قوي وفجأة كذي، أو يحس بقشعريرة بجسمه كله، وحتى جلدة راسك راح تقشعر خصوصا إذا كنت أصلع. الله يعينك. أحيانا الأشياء اللي قلت لكم إياها يحسون فيها كل أصحاب البيت، وأحيانا تصير حق شخص واحد بس، لكن أكثر ناس مستهدفين هم النساء والأطفال، لأن معروف عنهم إنهم أكثر ناس يخافون، ومعروف إن النساء والأطفال هم أكثر ناس يحبهم صاحب البيت، فهم يأذونهم علشان يعني يحركون صاحب البيت. أما إذا شافوا ماك فايدة فيه راح يطلعون له شخصيا، يعني إذا ما صدق عياله وزوجته راح يطلعون له. فأنا أقول اسمع كلامهم. عندي ملاحظة بسيطة، ممكن نشوف وايد من هالعلامات بكل بيت، وهالشيء مو معناته ان البيوت هذه كلها مسكونة، واغلب الاشياء هذه يكون لها سبب او تفسير، مثل الاعطال، شيء يكون خربان، او فعلا يكون في شيء طايح فوق وطلع صوت، يعني دائما يكون في سبب منطقي حق هالشيء. لكن متى تخاف؟ لما ما تلقى سبب منطقي حق هالاشياء، هني لازم تبدي تخاف. عن نفسي بصراحة في بعض الاشياء انا مصدقها واعتقد فيها، وفي اشياء ما دشت عقلي، لكن صاحب الموقع اللي انا خذيت منه هالموضوع وحبيت اشارككم فيه يقول انه ما اخذ هالاشياء هذه كلها على لسان رجل دين، فما يندرى، ممكن انها تكون صحيحة وممكن انها تكون غلط. وانا برايي المتواضع اشوف انه في اشياء ممكن انها تتصدق واشياء مستحيل تدش عقلي. انا بعرف انتم ايش رايكم، صارت معاكم مثل هالاشياء؟ ابي الكومنتس كلها قصص رعب، ابي قصصكم من الاشياء اللي انا قلتها، في شيء صار معاكم؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس. لهني وصلنا حق نهاية هالفيديو، أتمنى أن عجبكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنت من ربعي وحبايبي القدم لا تنسى اللايك والشير وفعلوا الجرس علشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. أنا أحب جيش التنبيهات، وايد أحبهم، وراح أحط لكم الموقع اللي أنا خذيت منه الموضوع صندوق الوصف كمصدر حق اللي يتأكد منه أكثر. وبالنهاية أقول لكم كان معكم أخوكم فارس عاشور، يعطيكم الصحة والعافية، مع السلامة.